تفكروش من أرض مصر تقربوا ما تفكروش حتى في خيالكوا تجربوا واقفين في وش اللي عادينا بقلب جامد أما انتوا وقت الجد منا بتهربوا ما تفكروش من أرض مصر تقربوا ما تفكروش حتى في خيالكوا تجربوا واقفين في وش اللي عادينا بقلب جامد أما انتوا وقت الجد منا بتهربوا واللي عملها مرة سهل يعيدها تاني بص في تاريخك وانت تعرف مصري مين لا بسيب سلاح من ايدي ولا فارق مكاني بدعي اموت علشانها وامي تكون امين على شبر فيها بيشوف وراها مش عيني ما تجيبش اخره والارض دي بحياتنا هنحافظ عليها بلد الامان والامن بس اللي يعديها واللي يفكر يوم يدوس على شبر فيها بيشوف وراها مش عيني ما تجيبش اخره والارض دي بحياتنا هنحافظ عليها مصر اللي دايما تنصر الحق وولادها جاهزين يردوا في أي وقت الضربة بيا مصر الكبيرة عشان كده هي اللي دايما وقت الظروف الصعبة شايلة المسؤولية